السبب الرئيسي لكل هذه الأزمات التي تحصل أي. هي إيران. إيران هي محور الشر في هذا الموضوع. طيب حماس إرهابية، حزب الله إرهابية، وهذه هي كلها صناعة إيران. ونتنياهو والحكومة الإسرائيلية، ما هو توصيفها الحقيقي؟ لا اسمح لي، نتنياهو قبل 7 أكتوبر لم يكن مرغوب به. أنا كنتم عندما هجرنا صدام وهجرنا البعثيون وهجرتنا الحروب، أغلقت أبوابكم على العراقيين وعملت ما عملتوه قبل أن يندي جبينك وأن تنتقدني هنا أمام الناس والعالم. لماذا لم يندي جبينك عندما دمرت سوريا ودمرت العراق ودمرت لبنان ودمرت اليمن؟ أنتم الآن ليس فقط هنا أيضا تحركون من خلف الكواليس، وإنما أيضا تمولون باسم الدين وباسم الإرهاب، وتختفون بهذا الغشاء وتتغطون بهذا الغشاء. لكن أنا أكثر جراءة وواقعية، لأني هنا أدافع عن دستور البلاد الذي منحني الكرامة ومنحني الإنسانية. نحن نتعامل مع المواضيع بكل إنسانية أستاذ نجم، لا تقول لي هنا أن نحن نفرق بين فلسطيني ونفرق بين إسرائيلي، نتعامل مع الجميع بكل إنسانية. لكن لا أحد هنا جرم حماس يوم 7 الشهر وعندما أخذت أكثر من 200 شخص أبرياء واختطفتهم واعتقلتهم، واليوم تم قتل أحد المختطفات الألمانية. ماذا عملوا لفلسطين هذه الدول؟ ماذا عملت إيران؟ ماذا عملت فلسطين للعراق؟ أليس كان يرفعون صور صدام حسين في الزمانات ويهتفون له؟ الحروب العربية الإسرائيلية حروب محور المقاومة، الحروب الإسرائيلية على غزة، أن نلغي كل هذا التاريخ بالتذرع بأن فلسطينيا أو بعض الفلسطينيين قاموا بحمل صورة صدام. لست أدري ماذا أسمي هذا، يعني هذه المحاولات اليائسة. أن نسمي حماس إرهابية لأنها قامت بالهجوم على مواقع إسرائيلية دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني، أن نسميها إرهابية، حركة إرهابية، وأن لا نرضى أن يا سيد شريعة مداري، حتى لا نستهلك الوقت، الرجل يقول لك التوصيف. الرجل يقول لك بلسان صريح، بس ده لا لا بس بهاي الجزئية، لا نعطي نفس التوصيف بالنسبة للكيان الإسرائيلي الذي ارتكب مجازر قام بقتل عشرات الآلاف فيها. لا غير مستعدين أن نسمي هذا الكيان كيانا إرهابيا. الكلام كان واضح. نعم. أستأذنك بسؤال أخير للسيد العمار من ألمانيا. يعني نتنياهو لما يظهر على وسائل الإعلام العربية والعالمية والدولية ويأتي إلى خارطة ويخط بالخط الأحمر إلى أنهم سيغيرون شكل وخارطة وهنالك أمام شرق أوسط جديد، من الذي أوكل نتنياهو أن يكون وصيا على العالم كله بحيث أنه هو الذي يستفز العالم بهذه الطريقة وبهذا الشكل؟ الدستور الألماني قال له ذلك. سيد العمار هل له حق بهذا؟ هو عندما يتكلم يقول سوف يتم تغيير الشرق الأوسط. يتم تغيير الشرق الأوسط ليس بخارطة، وإنما ليس جغرافيا، وإنما بالقضاء على الإرهاب والقضاء على حماس وأعوانها وأيضا معاونيها وداعميها. أستاذ العمار شوف لي قصة أنا وياك نتوالف بيها في دول عينك. نحن نتحدث أمام دماء. شنو الشرق الأوسط ليس خارطة؟ عرض خارطة وخط عليها، هذا الذي سنقوم به، وكأن العالم كله عبيدا لدى نتنياهو. يعني ماذا يريد طيب. نتنياهو من الشرق الأوسط؟ يعني كلهم طيب. استعدوا لحرب جديدة؟ هل هناك شيء يعني مجبرة يعني ألمانيا أنها تقف مع نتنياهو أو تقف مع إسرائيل؟ السياسة هي غير عن وجود إسرائيل. عليك هنا أيضا لا تشخص الأمور، عليك أن تنظر بموضوعية يعني أستاذ نجم. طبعاً. الموضوع ليس موضوع نتنياهو، الموضوع هنا نتكلم نحن عن حرب بدأتها حماس الإرهابية في يوم 7 شهر وخطفت أكثر من 200 شخص وهي الآن تتحمل هذه النتائج. تخليني بثانيتين أرد على هذا يا أستاذ العمار، مع احترامات إليك. لماذا الغرب كل الذي يعاديه يتحول إلى إرهاب؟ الآن حماس إرهابية لأن تقاتل إسرائيل ربيبة الغرب، بوتين تحول إلى إرهابي لأنه قاتل أوكرانيا ربيبة الغرب. ما تخلونا نطلع من هاي القصة سيد العمار. طبعا كيف تحول بوتين؟ زين بوتين شلون صار إرهابي؟ حماس وحماس جاوبني على هذا سيد العمار. موضوع في قامة الإرهاب.
أما بخصوص بوتين، بوتين هو الذي من دبر مع إيران كل هذا المخطط، لأن إسماعيل هنيه كانت في موسكو 7 مرات خلال هذا العام. يعني أنا أتفاجأ أنه الغرب قد وصل إلى هذا المستوى من الخطاب سيد العمار. ويوم سبت هذه التقارير الاستخباراتية أستاذ نجم، بدون يعني هو التقارير الاستخباراتية مطلوب منا دائما أن نصدق ما التقارير الاستخباراتية قالت. العراق مليء بأسلحة الدمار الشامل، ومن وراء هذه التقارير الاستخباراتية التي تثقون بقدراتها، العراق رجع 700 سنة إلى الوراء. لحد الآن عندنا 2 مليون قتيل يا سيد العمار من تقارير الاستخبارات الدولية، وأنا أحد ضحايا هذه الحروب أستاذ نجم. أما بخصوص ما نتكلم، قلنا لا نتكلم عن التاريخ، أنا أيضا ضد الحروب، لكن أنا أقول لك من بدأ بهذه الحرب يوم 7 أكتوبر بدأت حماس، وهو كان عيد ميلاد سيد العمار. ب20 ثانية خلينا أستمع إلى رد السيد شريعت مداري، لأنه أرجوكم تجاوزت على الوقت. 20 ثانية سيد مداري. أنا أتوقع منك إذا كنت أن تريد أن تطرح رأي دوائر الاستخبارات الغربية والأوروبية والألمانية المجرمة، عليك أن تأتي بمجال الاستخبارات أفضل من التجسس الإيراني وأفضل من الإيرانيين الذين دمروا الوطن العربي، من عملاء دمروا العالم. الأجهزة الاستخباراتية، هذا إيران هو قولي والحمد لله رب العالمين. إيران راعية للإرهاب. شكرا جزيلا من ألمانيا السيد صفاء العمار، ومن طهران السيد محمد شريعة بداري. شكرا لكم.